اخذ قاعده كريميه زي ما قلت، تمام، اللي هي هذه تقدر تاخذيها او تاخذي من اللي هو لا اله الا الله، اي لون يكون غامق، حتى تقدروا تاخذوا كنتور، تمام. فانا ايش حطيت، بحط هنا بس علشان ايش، انا ابغاه مره غامق، تمام. فراح ابدا بقاعده كريميه، مع ان انا ما افضل اني اشتغل على، شايفين كيف بنات؟ طبعا زي ما قلت اللون الكريمي، اي لون كريمي يمشي معاكي، اي لون كريمي خلاص. راح اخذ الاسود وعلى طول اطبطب فوق البود، الماده الكريميه اللي انا حطتها. لاحظوا كيف يا بنات الثبات او غمق اللون، يعني مره يكون معاكي واضح هذه الاطراف اللي هي هنا، شايفين؟ شايفين يا بنات ارتفع عن الاسود شوي 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 شوي. طبعا انا قاعده الى الان ماسكه اللون الاسود، يعني ما اخذت لون ثاني. خلاص يا بنات هي تبي سموكي اسود، فراح يكون تقريبا اغلب اللون اسود. يعني انا الان الى الان لاحظوا ما دخلت معاه لون ثاني، بس بعد شوي بدخل البني، واخر شيء ندرج بالبني هذا، تمام. هذول هم حبيبتي، الله يسعدك يا رب، الحمد لله يا عمري، تمام. فراح اخذ بنات شوي البني خلاص، وابدا فوق اطراف الاسود اللي انا حطيته قبل اللون، تمام. مساء الفل، هلا وغلا، تمام. وابدا ادمج هنا، حبيت احبك احبك انا من البنات. شوفوا اخذ من هذا ومن هذا شوي، تمام، وادمج وين فوق هنا. نبي حق العين الصغيرة. راح أنزله لكم يا بنات، كان درس أمس وراح أنزله لكم، وهذا يمشي مع العيون الصغيرة. إحنا قلنا بس أيوة كل الألوان ينفع تدخليها. خلاص آخذ هذا، دائما بنات أنا أقول لكم أنا أشتغل بالألوان، أنا أعطيكم التكنيك بس الألوان أنت العبي فيها عادي، تمام. مهم طريقة السموكي دائما كذا تبدأ بالتدرجات، بس الألوان اللي فوق انتي العبي فيها عادي، فهمتوا؟ بس قلنا ايش الفرق او ايش الشيء اللي لازم انا اشتغل عليه، هو اختياري للفرش المناسبة، بس اختاروا دائما فرش مناسبة، فهمتوا؟ اخذ اضاءة بيضة من هذه والحين احطها عند المدمع، تمام. هنا راح اخذ لون اسود احطه تحت العين، راح شوي امده علشان نسوي تكبير للعين، تمام، علشان اكبر شوي العين. فما سويت فقط غير خط موازي بالضبط لا خط رموش، تمام، خليته ممدود، ما وصلت لآخر العين لا، تمام، وصلت لربع العين بعدين خليته على امتداده، تمام بنات. هذا الشكل طلع معي، شايفين هذه الفرشة صغيرة أو ناعمة، يعني أخذ لون أبيض وراح أحطه جوا العين، تمام، وأطلعه شوية بنات من الزاوية من هنا.
اجي فوق خط رموش العلوي خلاص، واسوي زي كذا مده مره بسيطه. شايفين بنات ما ابغى اكبر انا البوزه، وتحت نفس الطريقه على خط رموش السفلي راح اسوي زي كذا واقفل البوزه. شايفين البوزه مبوزه؟ ايش هو الامتداد للرموش؟ اخر الربع، لا تبعدي عن الرموش. الخط اللي انا سويته البنات اللي تقول ما اعرف اسوي اللي هو الاي لاينر، تنصحيني اسوي بالهذا ولا بالهذا؟ لا تسوي بهذا ولا بهذاك، سوي بايش؟ سوي بالاي شادو الاسود خلاص، خذي اي شادو اسود زي كذا وامشي فوق خط رموشك.